مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قصة وليد لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. ملكة كتقلب على ولدها وليد. حاولنا ما أمكن أننا نبحثوا على الطرق اللي تقدر توصلنا الوليد، إلا أن الصعوبة كبيرة في الموضوع. وليد اختفى على الأنظار، ما كاينينش علامات كتدل على أي اتجاه. حاولنا نناقشوا معها الموضوع، دارت شكاية للسيد وكيل الملك، كتمشي عند رجال الأمن، ليس هناك جديد الآن. شنو اللي تقدر تفيدنا به الأم الآن فين وصلت في هذه الخطوات؟ غنشوفوا مع الموضوع. مالكة، وليد والو، شنو درتي؟ مشيت عند البوليس، ديكلاريت، مشيت عند وكيل الملك، درت شكاية والو. فين ما كنمشي عندهم تيقولوا لي سيري، راه دابا يرجع، راه خارج، راه هذا، ولكن راه لا خبر عليه. بغيت انا غير نعرف، بغيت غير نعرف هذاك الولد خبر ديالو، راه ما عرفت والو. بغيت انا غير خبره على التليفون مع من نهضر، وشكون اللي عيط ليه، وكيفاش الحال ديالو. كيقولوا لي سيري راه دابا يرجع، ولكن انا راه ما عرفتوش واش ميت ولا حي. بغيت غير نعرف، وبغيت اللي يوقف معايا يعاوني. مي وضعنا الفيديو، اتصلوا معك شوية الناس. شوية كاينين الناس اللي مساكن ضامنوا معايا، وكاينين الناس اللي كيستغلوا هاد الفرصة. كل واحد واش تيقول لي، كاين اللي تيقول لي راه شفناه هنا، كاين اللي كيقول لي راه شفناه ليا، ولكن ما كاينش. كلشي هذاك الشيء غير كذوب. عيطوا لي شي واحد النهار، عيط لي واحد السيد قال لي اسعل الكونيكسيو، قال لي صيفط الكونيكسيو، راه الام ديالي ما عندهاش باش توريك ولدك. وصيفط لي الكونيكسيو غير باش تعرف الخبر ديال الولد، ولقيته كيكذب عليا في الاخر، غيسبني وشي حاجه ما كاينه في الاخر ديال هذا، ما كاين والو. ما عرفتش شنو غندير، اشنو غندير؟ ربيت نعرف ولدي واش حي ولا ميت، راه قلبي كيتقطع على ولدي. ما تواصلتيش مع العائله ديال الطالق ديالك المرحوم اللي مات؟ بواه شنو قالوا لك؟ حتى ما عرفوش، كيقول لك هذا الامر غريب، هذا اللوز كيحير، ما عرفو والو. انا اللي كنجري دابا. عنده شي امكانيات هو المرحوم؟ عنده شي امكانيات، شي حاجه ديال الورد، شي حاجه تكون في هذا الطريق، والو؟ عادي، عندهم دارهم عادي، كيف ما الناس، ما مش عنده شي حاجه بزاف، ولكن عادي، انسان عادي. هو ما كانش اصلا، ما عندوش نقولوا داك الكونتاكت معاهم هما بزاف، كان كيعيش معايا انا، ولكن دابا راه انا اللي في المشكل، انا اللي ما لقيتش اللي وقف معايا، وما لقيتش اللي عاوني. دابا ملي مشيتي عند الامن قالوا لك راه الابحاث باقه. قالوا لي ما عندنا ما نديرو لك، بحال هكا سيري، ما عندنا ما نديرو لك، الولد كبير. ولكن انا راه ما عارفه والو، انا بغيت غير نرتاح، غير نعرف الا كان بخاطرو مشى نعرف، وإلا كان طري فيه شي حاجة حتى يموت. راه دابا 12 يوم أنا كنتسنى بالليل وبالنهار. يعني ما حاولتيش تقولي لهم يشوفوا التليفون ديالو، يعني يحددوا الموقع؟ قلت عيط، أنا بغيتهم يحدوا لي الموقع، يشوفوا معاه من نهضر آخر مرة، شكون اللي عيط ليه، ولكن والو هادشي اللي كاين. فيما كنمشي كيقولوا لي أنت غتبقاي، غدا جاية علينا كل ساعة، راه ماشي كاينة غنتية، راه ما عندنا ما نديرو لك. اشنو غادي ندير؟ فين غادي نمشي؟ اشنو بامكاني ندير؟ ما عرفتش اشنو ندير، ما كاينش انا بوحدي، وعندي الله سبحانه وتعالى هو اللي واقف معايا. كنجري، كنقيل، نجري النهار كله، لا خدمه بقيت كنمشي ليها، لا ماكله، لا شرب، لا حياه، والو، حتى شي حاجه. العيشه ديالي عذاب. مشاهدينا الكرام، نتنوي الراي العام اكثر في الموضوع. الله يسمح لنا من الوالدين. مالكة عندها وليد واحد، الزوج ديالها طلقت منه حوالي 3 سنوات وهو توفى. في لحظة من اللحظات كيختفي وليد مستوى عادي تبارك الله، تيقرا طوازياماني في لافاك، فاق الصباح مشى للكلية عادي، ما كايناش شي علامة توحي لأي اتجاه. حاولنا ما أمكن في الفيديو السابق ندرجو معها مسألة الهجرة السرية، قالت لك ما كاينش. ناقشنا معها الأصدقاء، ما عنده الصحاب، ناقشنا معاه كاع البيبان، ما وصلنا حتى للنتيجه. يعني حاولنا ما امكن. اختفاء ديال وليد 19 سنه اختفاء غريب، اسباب ومسببات هذا الاختفاء، علاش ما وصلنا حتى للنتيجه.
دار شي كاين السيد وكيل مالك مشات عند رجال الامن، نعلم جيدا انه هو ماشي قاصر، هو 19 سنه. مساله الاختفاء حنا لازلنا ننتظر، وهنا كنوجه النداء للسيد والي امن الدار البيضاء، ارجوك اتخاذ المتعين ما امكن في هذا الموضوع، والله يسمح لنا من الوالدين اجتماعيا وانسانيا وحتى في الاطار القانوني. هاد الام الامنيه ديالها روح والوليد اللي عندها، ما عندها تحد من غير هاد الوليد، حاولت ما امكن تشوف العائله، سواء العائله ديالها ولا عائله المرحوم الطليق ديالها، ما وصلت حتى النتيجه. اسباب مسببات هاد الاختفاء كيفاش وعلاش ما عندنا حتى نتيجه. عرفتي قال البيبان كيتسدوا في هذا الموضوع، ما كاينش شي جمعيه اللي تواصلت معاك اللي يقدروا يساعدوك؟ لا لا يوسف اخويا، ما كاين والو، ما كاينش اللي اتصل، غير اللي كيسولوا صافي، اللي كيتصل كيقول لك الله يجيبو على خير، او لا اللي باغي يتفلى صافي. هذا الشيء كاين شي وحدين كيسخروا بالمشاعر ديال بنادم، انا ربي اللي كيعلم بيا وكل واحد واشنو تيقول، ولكن اللي بغى يساعدني ما كاينش، ما كاينش شي جمعيه ولا شي حاجه، ما كاين والو. هاد الشكاية درتيها من مورا التسجيل عاوتاني؟ درتها من مورا. وصلت عند الامن ولا مازال؟ ما عرفتش، قال لي ثلاث ايام مسيري، مشيت لعند الامن قالوا لي لا سيري ما عندنا ما نديرو لك. هاد الشيء اللي كاين، ديتها مشيت لعندهم، ديت هذا ومشيت لعندهم هاد الكوبي، قلت لهم راه درت الشكاية. قال لك وحنا مالنا ما دايرينش خدمتنا، وما اصلا راه ما دايرينش خدمتهم. فما تندو كيقول لي غير تتبقي تتقيلي جالسه هنا، سيري في حالك، سيري راه دابا يجي، كون بغى يجي راه غادي يجي. هاد الولد انا ما عارفاش اصلا دابا واش تميت ولا حي، علم الله بالحال ديالو كيفاش داير، واش واكل واش شارب. مرة اخرى النداء، ارجوكم كل من هم في محط صنع قرار، مسؤولين في السلطات، تتبعوا القضية ديال الملكة من اجل هاد الابن ديالها راه ولي عندها. السيد الوالي ارجوك مرة اخرى اتخاذ المتعين وتتبع هاد الحالة، لأنه هاد الوليد هو مغربي، وهاد الأم هو الوليد الوحيد اللي عندها. أسباب ومسببات هاد الاختفاء كان في الكلية، من الطبيعي جدا أنه ينسقوا مع الكلية، تقدر توصلوا لمعطيات أخرى اللي ما وصلتش ليها الأم، وكذلك الهاتف النقال، تحدد الموقع وخطوات أخرى، ولنا من الإمكانيات في الإطار ديال ما هو تقني في الأمن الوطني اللي فك هاد الاختفاء. ما هي أسباب اختفاء وليد؟ أرجوك ثم أرجوك الكلمة الأخيرة اللي بغيتي تقولي قولي لي. بغيت نقولي معاونوني نلقى ولدي، عافاكم عافاكم، بغيت نشوف ولدي ووالدي، لكن انتي كتشوفني أو كتسمعني عافاك، واللي كيعرف لي شي حاجة يرحمني، رحموني رحموني. الله يفرج عليك يا رب. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل مرة أخرى للمغاربة اللي تفاعلوا معها، وعلامة استفهام فيما يخص البعض اللي الهدف ديالهم الاسترزاق بطرق ملتوية في هذا الوضع ديال هذه السيدة. كل من ساهم أو ساعد هذه الأخت أجر محسوم عند رب العالمين. أرجوكم السلطات اتخاذ المتعين ما أمكن. نحن على تتبع الملف، الفيديو السابق وضعناه ناقشنا الموضوع، جميع الأسئلة اللي ممكن يدرجوها تارج الأمن درجناها معها، ولم نصل أي خيوط في هذا الملف. مرة أخرى الدولة وبالضبط الأمن الوطني لهم الإمكانيات في اللوجيستيك في ما هو تقني لفك لغز الاختفاء. هاد السيدة الله يسمح لينا من الوالدين تتحصر على الابن ديالها، ما عرفتوش فينا هو. هو وليد كما قلت في السابق هو اللي عندها، كيقرا مزيان، الوضع ديالو عادي جدا، ليس له ميول كيف ما كان النوع ديالو. اسباب هذا الاختفاء صعوبه صراحه، ما لقينا حتى شي باب. نحن على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات قضيه وليد. يا ربي تلقى ونضعكم في الصوره. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.